خليني قبل ما اتكلم اقول لكم ان الاخوة الجزائريين كانوا اكثر حنكة في التعامل مع تصريحات رابح سعدان، لانهم ردوا الاعتبار للمعلم العظيم حسن شحاتة، وكل من تحدث قال ان الكابتن حسن شحاتة ومنتخبه فاز بالعرق والجهد وتفانوا في الملعب، والكل اجمع على ان منتخب مصر كان اقوى بمراحل من المنتخب الجزائري، وان المنتخب الجزائري كان يسعى للفوز وبذل كل الجهد في الملعب، ولكن منتخبنا كان الفارق شاسع وكبير بينه وبين المنتخب الجزائري. هي اربعة تاريخية ومستحقة ستظل تسجل بشرف باسم المعلم العظيم حسن شحاتة، افضل من تولى منتخبنا القومي، ويظل رابح سعدان ينفخ في النار ولا يعي ما يقول، لانه يريد بين الان والاخر ان يظهر للاضواء. لاول مرة معنا في كرة بلدنا عبر الهاتف، وشرف كبير لي شخصيا.